حي باب هود بحمص بواسل قواتنا يحرزون تقدما في ملاحقة الإرهابيين المرتزقة وينفذون عمليات نوعية للقضاء على فلولهم مراسلنا الحربي معين درغام عد التقرير التالي مشاهدين الكرام نحن الآن في حي باب هود حيث بواسل الجيش العربي السوري تنفذ عملية نوعية بملاحقتها لفلول الإرهابيين في حي باب هود كما نشاهد إذا بواسل الجيش العربي السوري تقوم باقتحام أحدى كتل الأبنية الجديدة في هذه المنطقة طبعا الارهابيين يتمركزون في البناء المقابل طبعا حي باب هود من احياء حمص القديمة كما نشاهد نحن في ساحة مصرف سوريا المركزي باتجاه سوق الحشيش في حي باب هود تنفذ وحدات الجيش العربي السوري عملية نوعية في منطقة باب هود في حمص القديمة. حيث تم الاستيلاء خلال اليومين الماضيين على عشرة كتل من الأبنية وتضييق الخناق عليهم لإنهاء بشكل كامل مثل ما شاهدتم يتم مهاجمة هذه المنطقة من عدة محاور في هذه المنطقة اتبعنا أساليب عدة لمهاجمة العصابات الإرهابية منها الإغارات والمفاجأة والمباغتة وتم تحقيق هذا الهدف والاستيلاء على المناطق التي تم الاستيلاء عليها العمليات النوعية التي ينفذها بواسل الجيش العربي السوري في حي بابود ستكون هي البوابة مدخل لإعادة الأمن والاستقرار لأحياء حمص القديمة لأخبار التلفزيون العربية السوري معين درغام حي بابهود في